عن النبي حل عنا لك عمي هيك طول بالك يعني ما ادحق ضرب بالعصايه ضرب بالعصايه بس على طول وخبوني بتحبوني يا عيني عليك يا عيني عليك ومن هالشاشه شوفوني هلا رح نستنى هيك بتخبوني بتحبوني يا عيني عليك يا عيني عليك ومن هالشاشه شوفوني هلا رح نستنى هيك وخبوني بتحبوني ما بدي الكاميرا تبان ومن هالشاشة شوفوني مو من عند الجيران خبوني بتحبوني ما بدي الكاميرا تبان ومن هالشاشة شوفوني مو من عند الجيران كل مرة بحكاية ما بدنا توصاية ما بدنا توصاية كل مرة بحكاية مقلبنا تحلاية مو تعباية شرطان اللي كركبتوني بشي كانوا شي مكان كل رفقاتي شافوني معصب بالألوان كركبتوني بشي كانوا شي مكان شافوني معصب بالألوان تزعل من راضي ولما بعصب من هدي لما بتزعل من راضي ولما تعصب خليك تروح وتضحك معنا كمان كل مرة بنخليك تروح وتضحك معنا كمان يا لك لك ما عندك شكل انك متكركب وملفك بدك تفرك او ما بدك معرف انك فينا مشربك خبوني بتحبوني يا عيني عليك يا عيني عليك ومن هالشاشة شوفوني ايوه خبوني بتحبوني يا عيني عليك يا عيني عليك ومن هالشاشة شوفوني هلا رح نستنى اهلا وسهلا يا هلا لو سمحت عايزة دواء او حبوب او اعشاب تخسيس بس مش عايزة اللي هو قوي في الوسط يعني ينزل الوزن عايدك مصري؟ عايدك مصري؟ لا سوري؟ ايه واخد صيدلية هنا؟ ايه اخدين صيدلية هون جديد مالنا زمان كم يوم اهلا وسهلا فيك يا اختي تفضلي في عندي هذا اللي بينزل بخيس الوزن 100 حبة فيها ومغلفين عرفتي كيف؟ هذا بس شوي سعره غالي معلش؟ لا مش مشكلة وهلا بكتب لك انا كيف ممكن تستخدميه وشو نوع الغذاء اللي ممكن يكون مع الحب طيب. لانه اذا اخذتيه لوحده بيخلص اوام كم سعره؟ بكم سعره؟ هذا 200 جنيه اوكي يا اهلا وسهلا فيكي اهلا وحاولي تكوني يعني بهالفترة على الخضار يعني ايه يعني خففي لي النشويات واني شويه خضار هيك مع عصير يكون قليل سكر السلام عليكم وعليكم اهلا انا بعد اسبوع بدور عليك وانت قافل الصيدليه خير في حاجه كان عندي ظرف قل لي خير بقول لك يا دكتور انا خدت منك دواء دوت عشان اخس خلاص ماشي بعد اسبوع خدت كل يوم حبايه من دوت انت عامل ازاي كنت 110 كيلو يا دكتور بقيت 45 كيلو بس مكلمه واكلت خضار وفواكه خضار وفواكه ولحوم وظبطت الاكل زي ما الدكتور قال لي وانت تديني الدواء دوت مفيش فايده هو كل يوم حبايه سبع ايام بقيت بص عامل ازاي قديش كان وزنك كان 110 كيلو وهلا دلوقتي بقيت 45 كيلو يا دكتور بص شايف شوفي يعني شوفي قديش حظي حلو انه اجا مثال لنجاعة هذا المنتج نفس الدواء بتاعي نفسه تمام شوفي كيف حتصيري لا لا شوفي كيف حتصيري لا 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 بعد اذنك هذا الفلوس مش عايزه بالنظر ده ابدا لا خدت حبه واحده وبقى كده انا لو خدت حبتين ابقى زي انا هلا بدي صورك على الموبايل وابعت للشركه انه شوفوا الدواء قديش فعال فعال ايه يا عم ده بيموت الناس فعال بيموت لو سمحت انا عايزه لك في موت يا اختي في موت ما بدك تشيري انت جسمك سمباتيك مثل عارضات الازياء لا ايوه انا عايزه ابقى كده بس خلاص بتشيري موديلز موديلز عارضات الازياء شوفي شوفي فتيل 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 شوفي شوفي انا عايز شوفي الرشاقه شوفي فتيل ازياء الرشاقه مطلوب منك قلت لك دواء ما حسيت حالك اخف وافضل انا اخف لا حالي مش اخف حالي اللي انا حموت دلوقتي لا يا اخي منيح هيك وقف الدواء هلا انا مش عايزه بالنظر ده وقفت الدواء استخدمه انا دلوقتي تشوف لي حل ارجع يعني معقول يا اما ترجع لي الدواء ده مانيش دعوه لو سمحت عايز الفلوس كم حبه عم تاخذ باليوم سبعه لو سمحت يا اختي خدي نص حبه انت باليوم
نص حبه بتبقي قد نص الاخر. لا لا مش هضرب المنظر ده بس. هي كلها على بعضها 70 كيلو، تخليها 10 كيلو مثلا في لا. الاخر. لا يا اخي انت بتدخل بشغلنا، بعنا 200 جنيه هذا لو ما له فعال ما كنا. لو سمحت انا متذاكر الفلوس، قلت لك دواء عايزاه يخسسني مش قوي. وهذا هو، شوفي 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 اكبر مثال. ايه مثال ايه يا عم؟ لما اخذ بعد اذنك يعني، ولما اخذ روح حبيبي روح لهنيك وارجع اذا بتريد. روح لهنيك وارجع ارجيها، شوفي قديش رشيق. روح لهنيك، روح امشي، روح لهنيك يا اخي ارجيها. شوفي لك يا اختي، شوفي رشاقته، شوفي ما احلى. ده حلو يعني، هيك بده هيك. ده حلو يعني، هو عايز دواء يرجع يعني. انا اجي لك بعد ما اخذ الدواء ده واقول لك عايز دواء ارجع، هترجعي لي بنفس الطريقه هيك سمبتيك. شوفي قديش هو رشيق، تنفس تنفس. شوف بتنفس انا، ها شوفي مش قادر انفخ فيك حد. شوفي كيف. لو سمحت انا عايز الفلوس بعد اذنك. روح وارجع معلش. وينك؟ بس لا تاخذ منا هي هلا لحتى انا اعطيك. بعد اذنك انا عايز الفلوس، عايز امشي، انا عايز الفلوس مش عايز. شوفي شوفي طلعي طلعي طلعي، شوفي الرشاقه ما احلى. ده هيك ايه ده؟ هيكل عظمي ايه ده؟ اخذ الدواء بانتظام واتبع التعليمات. ده عظم. شو عظم؟ ده مين اللي تبص له ده؟ انا ماليش دعوه، عايز 200 جنيه. الحاجه التي تباع لا ترد ولا تبدل. تفضل. هي جارنا. هذا اخذ الدواء المعاكس، استفدت عليه ولا لا؟ اهو افتلك فتله ورجيه كيف الصحه. ورجيه، لا افتيل افتيل افتيل. شوفي لو سمحت انا طالبه دواء. انت شو عايزه، مثل هاد ولا مثل هذا؟ ولا ده ولا ده، انت هتجنني. انا قلت لك عايزه دواء اخس بيه مش قوي كده ولا كده. ايه ده اللي انت بتجيبولي ده؟ قديش كان وزنك؟ مو 70 كيلو؟ 70 كيلو. قديش صار هلا؟ 185 كيلو. 185. انا مالي واحد طالب دواء يزوده؟ انا مالي فلوسك. ايوه هتاخدي ها. انت مبسوط؟ انا مش همشي من هنا. مش همشي من هنا الا لما اخد فلوسي. بتاخديهم يا اختي ليش ما تحب الصيدليات بتاعتك دي تتكسر؟ ليش تتكسر؟ لا ما في داعي. تحب تتكسر الصيدليات بتاعتك؟ اقلب المكتب يعني في وشك. ما في داعي ما في داعي. طيب اسمعي، جربي حبه هلا شوفي كيف تخيسي. هلا هلا جيب لك حبه جربيها. انا بتكلم عارف بتكلم. جيب لك مي. ما بتكلمش انا لوين ده، انا عايزه فلوس. جيب لك مي دقيقه. هلا انت انو بدك؟ وقف لي هنيك يا استاذ. انو بدك هيك ولا هيك؟ انو احسن؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طيب هلا احنا بدنا بس نعطيكي دواء. دقيقة. انا مش عايزة ادوية، انا عايزة فلوس. بدي اعطيكي دواء كتير كتير مهم. مش عايزة ادوية انا خالص. طيب هي انا بتكلم بالضبط. هي منيحة، هي منيحة، خديها. انا عايزة فلوس. الكاميرا خفية، ورجوها يا شباب. كاميرا فيها؟ شوفي 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 اللياقة ما احلاها، شوفي رشيق. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ايه يا دكتور بقالك اسبوع؟ في بقالك اسبوع كمان. مرني. شوف الدكتور الدواء اللي انت اديتهولي دوت، ها؟ خدت 7 حبات، كنت 110 كيلو. اسبوع؟ اه. شوف قديش شايف. 45 كيلو. انا قلت لك عفوا عفوا، قديش قلت لك الوقت؟ قديش ايه انا كده الحمد لله. قديش قلت لك الوقت؟ لحظة، قديش قلت لك الوقت؟ شهر. شهر قديش؟ شهر نزل 10 كيلو. انت قديش نزلت؟ في 7 ايام. اي ساعة اخذت الدواء كل يوم؟ كل يوم الساعة 7. 7 الصبح؟ لا 7 المغرب بعد الغداء. انا قايل لك الساعة 6 ونص يا دكتور. 7 من 6 ونص يا دكتور. انا مش عاوز الدواء، ارجوك. كل 24 ساعة. ارجوك انا عاوز اطلع منين على خير، انا كده كويس، متشكر قوي. من فضلك الدواء واديني الفلوس. افتيل 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 شوي افتيل، ارجيه شوف شوف. يا عيني يا اخي الله اكبر. ما بدي اخس ولا انزل جرام. ما بدك تصير هيك يعني. لا 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 ينزل لا لا وزنك. انا كده استريحت، انا كده وزني كويس. ما بدك. لا متشكر جدا ابدا. هتديني فلوس ولا هتتعب؟ لا 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 بعطيك الفلوس، تعال هاي فلوسك يا اخي. واحنا كنا عم نمزح معك، الكاميرا الخفيه تو ليك. خبوني بتحبوني يا عيني عليك يا عيني عليك. لو سمحت اذا بتريد ما عم تطلع معي السياره، فيك تطلع لي اياها بس اذا بتريد. نسيت نسيت نسيت، هاي مو مفتاحها مو مفتاحها. مفتاح الثاني مو معي. وين المفتاح؟ نسيته بالسياره الثانيه. ما مفتاح الباب. Yeah.
السيارة. ايوه هلا شو؟ لا طبعا مش احسن موديل بالسيارة. ايه ايه؟ اسف عذبتك معي. ايه لهون لهون؟ لهون ليكو ليكو المفتاح. تعمل باي للكاميرا؟ حدا ما عليك كله؟ ما لا. اطلع من فوق؟ اطلع ايه؟ اسف اسف اسف. زين منك ريحنا كأنه صعب صعب اطلع مسا. حاول حاول احسن ما ضل محبوس جوا. وين راح منو؟ وينو؟ ما في حدا. اطلع اطلع ما حتقدر. بيتعسلك على الكراسي و ايه معنى شو شو بدك تعمل؟ احسن احسن ما ضل محبوس. عذبتك معي اسف. بس شوي لو سمحت. بلا مرسي كثير. تعملها باي للكاميرا لهون. قرب قرب بس شوي. وين رحت يا ما لقيت مفتاح؟ طلع شوف لك مفتاح ما لقيته. خلي دبر شلون نحن كمان انه في عندنا اشغال. دبر 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 حالك. طلع طلع من عندك. كيف بتطلع من عندي؟ كيف كيف بتطلع من عندي انا؟ لك هذيك المرة صارت مع اختي قام طلعت من فوق. شو هذيك اختك طلعت من فوق مو انا؟ هي حط رجلك على الكرسي وطلعت لفوق. طيب ما فيني بطلع شو؟ ايه خليك هون. طلع طلع شو فيا يعني؟ مو احسن ما تضل محبوس بهالشو. ها شو صار يعني؟ بس دقيقة بدي لك شغلة عشان ما تنسى عليك. طلع هون شايفة هاي؟ هاي الكاميرا الخطيب. إلا ذوق. ميرسي كثير. إلك ذوق. شكرا. خبوني بتحبوني يا عيني عليك يا عيني عليك. مرحبا معلم. كيفها؟ شو أخبارها؟ قديش زيتون؟ لا محشي محشي ايه يعني ايه مش دم ايه شكرا معلم. هلا في شغله. هلا في امانه من جارك ابو ياسين. ابو ياسين هذا اليوم ايوه جاره بدنا نتركها عندك. لمين امانه؟ معلم الأبو ياسين. أبو ياسين جاب لنا شغل. إيه. بكرة عنده قصة سيارة وأنا أخذ منه مصاري. إن شاء الله. عرفت شلون؟ ففي مجال نتركه عندك أو هو قال لك إنه خليه عندي؟ إيه. قال خليه عند جاري. مين قال لك جاري؟ حضرتك أبو خلدون أبو محمد أبو محمد أبو الفوز أبو حاتم حاتم. إيه تفضل. أبو حاتم. معلم قال لي اترك الأمانة عند جارك أبو حاتم. ليه عن جاره أبو حاتم. عمي أبو حاتم كيفه؟ يا حبيبي شو الأخبار؟ يا حبيبي حاتم كيفه؟ بخير. لك حبيب قلبي على راسي تسلم لي عينك. فعرفت شلون معلم؟ طولي بالك شوي لأخذهم بس الشركة. سمعت أبو ياسين ها؟ مين أبو ياسين؟ جارك أبو خالتي. لك شو بك لك عمي أبو أنت أبو خالته الأبو ياسين؟ لك لك بالله؟ وعمك أبو حاتم؟ طول بالك شوي لو سمحت. أنت خليك طول بالك شوي. معلم ابن خالته الأبو ياسين؟ على راسي بس طول بالك شوي لو سمحت. خليني افهم منه شغله. وعمك ابو حاتم زينة رجاله. بدك بيضنك ابو ياسين. بدي ابو ياسين. ابو ياسين له شهر ما اجى.
شهر معي. بعرف كيف سمعت انه ابو ياسين فات لعندي وانه الاخ عم يقول علي ابو ياسين. ما قلت انه فات لعندك انا بس انا وفايت هلا. ايه. سمعت هون كلمه ابو ياسين. لا طولي بالك انت فوت لعندي لو سمحت. انت فوت لعندي لهون. لوين؟ لا مو له. انا بدي بيعك البيض هذا هون بدي خليه. ما بقى بدي بيض اخيلك هلا والله عم بقول لحالي الدنيا شو ما بيتركك البيض. وعد بدي ايدك على القلب. بس وحده. وحده شو بدك؟ شو بدك بيض؟ طول بالك. حبيبي انت شو بدك من ابو ياسين؟ انا في امانه. شو الامانه؟ بدنا نقول عنده مصاري. الامانه صعبه يا اخي. هات والله الامانه صعبه. هات انا بوصي له. لك وعمك ابو حاتم معلم يفضح انا شو بيشبهه. لك عمك ابو حاتم. لك لا تسلم علي. تعال لك لهون مين ابو حاتم. انا كل ما اسمي ابو حاتم. يلا عمك ابو حاتم عليك. تعال لك لهون. فوت لعندي انت الثاني لهون. بس لا لك شغله. تعال وصلي على النبي. بس لا لك قصه. تعال لك شو هالرجال. بس لك كلمتين. تعال هون عم لك قبل المره. اوعى البسطه فوت لجوا معلم. هي المصاري. روي روي ظريف يا المشلله. ايه ظريف. هلا بدي اياك مشلله. ورجيني لشو. حط مصاريك بالدرج. حط مصاريك بالدرج وانت حاط. هات لك اختصر الطريق علي للزلمه. اختصر النوم. انا اللي حدق له ابي ياسين. طول طول بالك. هلا بيكون نايم. انا بعرفه. معلش معلم. انت ابن خالته لابي ياسين. انت ابن خالته لابي ياسين. لك لكن طول بالك شوي. لا تخلي يطاخلي. يلا يطاخلي. يلا يطاخلي عليك. قبل ما ادق له معلش قول كلمتين. قول خمسه. لا لا عمي ابو حاتم. وينه الاسم بالخير؟ ابو حميد. شوف عمي ابو حميد. عمك ابو حاتم. بس لحظه بمعيتك. زينة هون زينة الشارع كله. والله بعرف هلا طعمها يا سيدي. كل الفول المدمس باللبن من تحت ايديك. يا عيني صار هون مين؟ لا 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 اوعى اوعى طلع برا انت. معلم بس اعطيه المصاري. لا لك انت تعال روي. اوعى علبة القشطة. روي معلم. ليش يا عم تعامله مو صاحبك الزلمة؟ روي على قليل. لا روي روي عم بمزح معك. روي تعال خليل. تعال عم بمزح معك. لك روي بس خذ حط مصاري. معلم اتركه اتركه. ليش عم تعمل معه؟ خذ لك فيه. انت من خالته لابي ياسين. تعطيه اياهم. هات اعطيه اياهم. من وش انت الثاني. هات قالوا له حاخذهم. هات روي عمي ابو حاتم. فين طب عليه؟ لك روي روي. ما بدي روي ابنه. لك روي. ما بدي روي ابنه. طول بالك. لك روي روي عمي ابو حاتم. لا يا عمي ابو حاتم صلي عليك. بس بدي اقول لك شغله. بدي اقول لك شغله بس. تعال لك بدي اقول لك شغله بس. اللي بعد حبيب بعد اذنك ورجي الكاميرا بس. شفتها شفتها الكاميرا وين؟ شفتها شفتها وين؟ انا والله ما لا فودي مصاري. هات لقدام. اعطيه اياه. لك شو ما يعطيني اياه؟ ما بعرفك. لا لك عمي مروان. ما بعرفك يا زلمه. روح. لك اعطيه انت. هو الشاهد اني اخذتهم. ها هو الشاهد اني اخذتهم. ما بعرفك. معلم اي مصاري وهو شاهد. هات اعطيه. ما دخلني انا. هاتهم. شو ما دخلك؟ ما دخلني. شو لا شو؟ انا اذا ما بتعرفه ما بعطيه اياهم. شو ما دخلك؟ ما دخلني. قديش هذا الكزلوق؟ بس والله بيشبهوا على فكره. قديش هذا الكزلوق؟ بيشبهوا. لك روي. ها لك بدي مصاري ما عم بشتغل. هات عم لك. لا روي 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 عم بنزح معك. عم بنزح معك. كاميرا كبيرة. روي روي. شفت الكاميرا وين؟ سلمنا عليها. يلا شوف روي 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 روي. حاكينا كلمة حاكينا كلمة. ايه حبيب 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 كلمة بس. حبيبي لا كاميرا خفيفة. طول بالك عم بمزح معك فيك. اذا وصل لي عم بمزح. انت مزول يا حبيبي. مش عم تاخذنا يعني. امانة هي الامانة. ما احمروا على الجبل والجبل ما احمر يا عمي. كان النبي حل عنا لك عمي. هي طول بالك منيح اللي ما ادحك ضرب بالعصايه. لا ضرب بالعصايه بس اعذوب. وخبوني بتحبوني. يا عيني عليك يا عيني عليك. ومن هالشاشه شوفوني من هلا رح نستنى. هيك خبوني بتحبوني. يا عيني عليك يا عيني عليك. ومن هالشاشه شوفوني من هلا رح نستنى. هيك وخبوني بتحبوني. ما بدي الكاميرا تبان. ومن هالشاشة شوفوني مو من عند الجيران. خبوني بتحبوني. ما بدي الكاميرا تبان. ومن هالشاشة
هالشاشة كل مرة بحكاية ما بدنا توصاية ما بدنا توصاية كل مرة بحكاية مقلبنا تحلاية مو تعباية شرطان اللي كركبتوني بشي كان وشي ما كان كل رفقاتي شافوني معصب بالألوان وكركبتوني بشي كان وشي ما كان شافوني معصب بالألوان تزعل من راضيك ولما بعصب من هديك لما بتزعل من راضيك ولما تعصب خليك تروح وتضحك معنا كمان كل مرة بنخليك تروح وتضحك معنا كمان